السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالرجوع تاني لمنشآت الري، احنا كنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان انا عندي هنا منسوب بيرن وده الاسلوب، وبعد كده تطلع للبنك ولو بيحصل تقاطع هنا هو ادي البيرن ليفل وادي البنك، وهنا كنا بنعمل الكونيكال شيب اللي هو الشكل اللي هو اللي انا عملناه ده، وكنا بنتكلم ان انا النهارده لو عندي انا باخد هنا ادي سنتر لاين وادي سنتر لاين، برسم عرض الطريق اهو وادي عرض الطريق التاني. بعد كده انا عارف هنا اهو هرسم الريديوس بتاعي 1 متر واحط الفرق بتاعي اللي انا طالعه. انا عندي هنا طالع من منسوب 8 لمنسوب 10، بمشي 2 لـ1، يبقى اقدر اعرف المسافة الافقية ولا لا، اقدر اعرفها بصرف النظر. ماشي 1 لـ1 تبقى 2 متر، يبقى همشي الافقية 2 متر، ماشي 2 لـ1 يبقى نفس القصة، اقدر اعرف المسافة الافقية بتاعتي كام. عرفت المسافة الافقية هزود عليها المتر، جبت ايه التقوس بتاعي، اعرف هنا ان مركز ده المركز بتاعي، اقدر اجيب هنا ايه الدايرة بتاعتي دي، وهكذا بالنسبة لأي حاجة تانية بالشكل ده. وكده تبقى انت جبت التقاطع اللي انت عايزه في الإليفيشن وفي البلان زي ما انت شايف هنا كده. ما انساش طبعا طريقة التهشير بتاعتي اللي انت عارفها اللي احنا تعلمناها مع بعض، وابتدي اظهر الايه خط الأرض بتاعي بالشكل ده والتهشير بتاعي بالشكل ده. نفس الحكاية هنا هو أدي 8 وأدي 10 وأدي ببتدي أرسم أدي عرض الطريق 6 متر وبنفس الكيفية ده الليفت سايد فيو لو أنا عايز أرسمه بالشكل ده. طيب أنا لو كنت عايز أوصل من منسوب لمنسوب في تقاطع ما بينهم ومن بعض زي ما انت شايف، ولكن عندي هنا 101 لـ20، ده الفرق ما بين المرة اللي فاتت. ادي عرض الطريق 6 وعرض الطريق هنا مثلا ايا كان 4 او اي حاجة، بس انا هنا بقى مش ماشي على منسوب واحد، لا ده انا واخد هنا بقى اللفة بتاعتي 2 لـ1 حقيقي، ولكن في عندي ميل بيوصلني من المنسوب ده لمنسوب ده 1 20 لـ1. معنى كده ان انا لازم اراعي وجود هذا الميل معايا في الاعتبار. زي ما انت شايف كده انت رسمت السنتر لاين بتاعك، ادي 4 متر عرض الطريق، والناحيه الثانيه 6 متر، هروح راسم السنتر لاين الناحيه الثانيه 6 متر عرض الطريق برضو، وابتدي اقول ايه، ابتدي اشوف والله انا النهارده المسافه عندي 2 لـ1، المنسوب بتاعي طلعت من منسوب 8 لمنسوب 10، يبقى انا النهارده طلعت 2 متر، يبقى انا كده ماشي كاني ماشي هنا اهو، هنا 2 يبقى 2 لـ1، تبقى هنا مشيت 4 متر على بعضيهم. طيب عظيم جدا. وبعدين ادي ال 4 متر يبقى اهو، ما تنساش بقى الحته اللي احنا عملناها قبل كده المره اللي فاتت. هبتدي اخد بقى ايه، هرجع كده هنا اهو على بعد 7 متر واخد بقى ايه 20 لـ1 اللي هو الميل بتاعي، احسبه بقى من اول هنا اهو من 9.35 الى منسوب 10 متر يعني 65 سنتي، 20 لـ1 اقدر اجيب المسافة الافقية ما بين هنا وهناك بسهولة جدا طبعا، ما بين المنسوب ده والمنسوب ده، يبقى اقدر اعرف ايه المسافه الافقيه دي كام. ونفس الحكايه لما انت جيت هنا رسمت منسوب 8 وصلت المنسوب 10، فاكر احنا كنا بنعمل ايه؟ طلعت هنا اهو
كنت هنا اهو جبت الجزء ده جه عن مايل 20 لواحد، اروح جاي طالع هنا اهو من 9.35 ل 10، واروح جاي راسم الخط بتاعي موازي لان هو نفس الميل بتاعي 2 لواحد و2 لواحد. هتدي لك اسقاط النقطه دي غير اسقاط النقطه اللي هي دي اللي هي في الاول، لان الايه؟ لان الميل هنا اهو 2 لواحد ثابت، ولكن هنا كان على منسوب 8 متر ووصل 9.35، هنا على منسوب 8 متر ووصل 10 متر. يبقى انا ببينها بالشكل ده زي ما انت شايف على الرسم بتاعك بالكيفيه دي. وانت هنا رجعت من النقطه اللي انت اخذتها اللي هي دي، رجعت منها 2 متر بالشكل ده، عشان كده جبنا 7 متر. تبقى احنا عندنا 4 متر اللي هي الجزء اللي انا اتكلمت عليه هنا اهو 2 لواحد، طلعت 2 متر تمشي هنا 4، وبعد كده 2 متر هنا ومتر اللي هو النص التقوس بتاعي هنا، تبقى تدي لك 4 و2 واحد، تبقى 7 متر اللي انت هترجعهم بالشكل ده. ده طبعا وضح لي انا هعمل ايه بالظبط. زي ما انت شايف ده اللفت سايد فيو اهو، ادي 8 متر طلعت للمنسوب بتاعي اهو 2 لواحد، رسمت ده، طلعت 65 سنتي وصلت 10 متر، همشي بخط موازي لده. هتدي لك ايه النقطة دي؟ النقطة دي اللي هي تمثل ايه هنا؟ اهي. طيب النقطة دي تمثل ايه هنا؟ تمثل الخط ده اهو. يبقى انا هروح موصل الاثنين دول ببعض بالشكل ده. يبقى هو ده الكيفية اللي احنا هنعمل. وكنا بنتكلم ان انا النهاردة لو عندي انا باخد هنا ادي سنتر لاين وادي سنتر لاين، برسم عرض الطريق اهو، وادي عرض الطريق التاني. بعد كده انا عارف هنا اهو هرسم الريديوس بتاعي 1 متر بنفس الكيفية اهو، هعملها هبتدي من هنا اهو ادي ال 10 متر اهي، واقدر ان انا هقول لو انا برسم اللفت سايد فيو اهو، ادي المنسوب بتاعي اللي هو ال 8، وارسم الاثنين لواحد، وصلت للمنسوب بتاعي اللي هو 10، وهنا ادي المنسوب 9.35، اروح جاي واخد من هنا الميل بتاعي، يبقى انا كده اسقطت الخط ده اهو، واسقطت الخط ده اهو. يبقى انت كده قدرت ترسم الايه؟ الميل بتاعك بالكيفيه دي. اخد بالي كويس قوي، انا عندي انا اهو المنسوب هنا المنسوب بتاعي 10، وهنا 9.35 مع ميل 2 لواحد اللي هو محافظ لي على ميل على المنسوب 8 متر، هيوصلني هنا لغاية 10 متر، ومن 8 متر هنا 2 لواحد هيوصلني ل 9.35 هنا اهو. يبقى انا كده بضطر ان انا ارسم على الشكل اللي انت شفته ده، وده طبعا المركز اللي انا اشتغلت عليه الايه؟ الدايرة بتاعي. طيب انا لو كنت عايز اوصل من منسوب لمنسوب في تقاطع ما بينهم ومن بعض زي ما انت شايف، ولكن عندي هنا ميل 1 ل 20، ده الفرق ما بين المره اللي فاتت. ادي عرض الطريق 6 وعرض الطريق هنا مثلا ايا كان 4 او اي حاجه، بس انا هنا بقى مش ماشي على منسوب واحد، لا ده انا واخد هنا بقى اللفه بتاعتي 2 لواحد حقيقي، ولكن في عندي ميل بيوصلني من المنسوب ده لمنسوب ده، وده برضو توضيح اكتر. بالنسبة لرسم الحوائط دي عبارة عن زي حيطة على شكل زي سلم سلالم. أول حاجة السلم بيبقى عبارة عن قايمة
ونايمة. القايمة بتاعتي 13، النايمة بتاعتي 13 سنتي صغيرة كده قوي، والقايمة بتاعتي بتبقى 50 سنتي. طبعا في سكيل 1 لـ100 هتبقى دي 1.3 ملي، والقايمة هتبقى نص سنتي. وفي سكيل 1 لـ50 النايمة هتبقى 2.6 مللي، والقايمة هتبقى 1 سنتي. لما أجي أبص هنا كإليفيشن، طبعا اللي خدنا في الرسم بتاع إعدادي، إن أنا لما أبص في الإليفيشن أقدر إن أنا أقول إن أنا عندي هنا أدي المستطيل ده أنا شايفه، وبعد كده عندي مسافة واي 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 واي، طبعا اللي احنا قلنا ايه اللي هي ايه القايمة بتاعتي. وعندك هنا في رفرفة كده بسيطة، لو ببص من فوق هقدر ارسم ادي البلان بتاعي، ادي الجزء الاولاني بتاع الحيطة، وادي الاتنين نايمة اللي انا بقول عليها دي اكس ودي اكس، وده طبعا سايد فيو، ادي القعدة وادي الشكل بتاعي. يبقى عدد السلالم النايمة في البلان بيساوي عدد السلالم القايمة في الاليفيشن ناقص 1. الرفرفة اللي حوالين داير دي ممكن اخدها من 25 الى 30 سنتي. برضو ده طريقة رسم الحيطة بتاعي انا، عشان خاطر اخد الخط بتاعي دي منسوب 8 ومنسوب 10، بعد كده الحيطة بتاعتي هنا اهو كده اهو بتنتهي مرة واحدة كده. يبقى انا كده ببتدي اقسم الستبس بتاعتي زي ما انت شايف كده اهو، وابتدي اخد خط موازي لشكل الحيطة واروح راسمها كده بالنسبة لي في البلان. ادي الخط 10، وبعدين الجزء اللي مايل ده بعمله ايه؟ بروح مديله برضه خط ايه، ابين ان ده خط ميل بالنسبة لي، وابين هنا اهو اسقاطي لايه؟ للستبس بتاعتي بتاعت الايه؟ السلم بتاعي بتاعت الحيطه اهو، زي ما انت شايف بهذه الكيفيه. نفس الحكايه لو على الحيطه دي مايله، يعني ممكن الحيطه دي تبقى زاويه قايمه 90، وممكن الحيطه دي تبقى واخده زاويه زي ما انت شايف. برضو دي نفس الطريقه بنفس الاسلوب، ادي الاسقاط بتاعك، ادي كل خط والاسقاط بتاعه في البلان زي ما انت شايف بالشكل ده بنفس الكيفيه اهو. لو الخط مايل بالنسبه لي الاسقاط بتاعه بيكون بهذا الشكل. انا عندي ادي حيطه اهي ان كونكريت فوتنج، راكبه عليها حيطه اهو بالشكل ده ابارتمنت، ودي الأبعاد بتاعتي أهي سمكها، وفي جزء تاني جاي كده عايز أبتدي أرسمه بقى. هبتدي أرسم الشكل ده أهو كأني ببص هنا كده، وأبتدي أنسب أرسم المناسيب، أنا 29 أدي 10 رسمتها، وبعدين الحيطة دي لما ببص لها كده أنا هشوف إيه الحتة دي كده، وهشوف الجزء ده. طب الجزء ده هشوفه فين؟ هشوفه كإسقاط خطوط زي ما انت شايف بالشكل ده اهو. يبقى انا اسقطت الحيطة دي، وادي الرفرفة اللي انت اتكلمنا عليها قبل كده. عايز الحيطة دي تبان لي اكتر على البلان، اروح جاي راسم البلان بتاعي بالكيفية دي اهو. ادي الحيطة اهي، ادي المنسوب 13.5 اروح حاطه كده، وادي المنسوب بتاعي 13.5 حطه كده بنفس الطريقة اهي، وابتدي احط الستبس بتاعتي ابينها على الرسمة بتاعتي بالشكل اللي انا رسمته بيها بالشكل ده اهو. يبقى انا كده وادي الرفرفة، بعد كده احوطها حوالين داير بالشكل ده. يبقى انا النهاردة اقدر ارسم الحيطة بتاعتي سواء بلان اليفيشن او بشكل، وده برضه توضيح اكتر. ودي لو الحيطه بتاعتي مايله زي ما اتكلمنا قبل كده، والخط بتاعها ازاي ان انا بسقطها اهو. ادي الخط برضو ده، الخط ده بقى ايه؟ انديكيشن ان الخط ده مايل. وبعد كده الاسقاط بتاعي بقى اهو،
زي ما انا شغال اظبط الحيطه بتاعتي. الجزء ده انت شايف هنا بقى حيطه العدله 90 درجه، وبعد كده بتيجي على الميل. فازاي ان انا ابتدي اتعامل معاها؟ يعني انا كده حاطط دي برضو، ادي عباره عن الجزء القاعده، وهنا الحيطه بتاعتي طالعه اهي لغايه منسوب 6 اللي موجود عندي اهي، والحيطه بالشكل اللي انت شايفه ده اهو. اهي عندك ستيب واحده باينه ببينتها اهي، وبعد كده الجزء ده ماشي واحد لواحد، اروح مبين الاسقاط بتاعي اهو واحد لواحد. وبعد كده وصلت المنسوب كام؟ 7.5 اهو، 7.5. الجزء ده مايل، هبتدي اسقط الميل بتاعي على ايه؟ على البلان بتاعي. بعد كده عندك الرفرفه بتاعتك اللي هي حوالين داير، هي الرفرفه اللي هي دي. يبقى انا كده قدرت استنتج مسقط من مسقط. احنا عايزين نتمرن على الحاجات دي. برضو ادي الحيطه في البلان، وده اللفت سايد فيو بتاعي. ازاي ان انا ادي عندي البلان اهو واطلع منه اللفت سايد فيو لهذه الحيطه بتاعتي؟ لو انا بصيت في الاتجاه اللفت سايد فيو علشان اطلع الحيطه بتاعتي بالشكل ده. مهم قوي ابقى عارف انا عندي مثلا شكل كده، ابتدي اتمرن عليه، ابتدي ارسم البلان. ادي الحيطه بتاعتي الاليفيشن اهو، ادي الستيب، وادي الايمات اهو، ابتدي رسمته. وادي في البلان من منسوب 8 لمنسوب 10، وادي السايد فيو بتاعتي اهو عندي اهو، وادي السايد فيو الناحيه التانيه. خد بالي لما باجي اشتغل، انا عندي هنا كاليفيشن الليفل بتاعي 10 بيوصل معاك لليفل 13، يبقى معنى كده المسافة الرأسية 13 ناقص 10، لا ناقص 10.5، لان 10 دي هنا اهو، انا المايل عندي 10.5، يبقى انا مشيت 2.5 رأسي، ماشي السكيل واحد لواحد، يبقى همشي افقي كام؟ 2.5. يبقى هو دي الكيفيه اللي انا هرسم بيها. يبقى انا عندي هنا منسوب 13 بميل واصل لغايه الحته دي، الحته دي منسوبها كام؟ 10.5. بعد كده عندي ستيب في الارض، عايز ارسم سايد فيو، يبقى هبص من ناحيتي، ارسم ال 10 تحت اهي، بعد كده ال 10.5 مربع، وبعدين من 10.5 13 ايه من 10.5 لغايه الليفل 13، ده عباره عن الجزء اللي انت شايفه مايل بسكيل 1 الى نفس الحكايه. لو كان السكيل بتاعي الجزء ده انت شايف هنا بقى حيطه العدله 90 درجه، وبعد كده بتيجي على الميل. فازاي ان انا ابتدي اتعامل معاها؟ يعني انا كده حاطط دي برضو، ادي عباره عن الجزء القاعده، وهنا الحيطه بتاعتي طالعه اهي لغايه منسوب 6 اللي موجود عندي اهي، والحيطه بالشكل اللي انت شايفه. قولها في شكل عجاله برضو، ان انا عندي ليفل 3 بوصل لليفل 6 بوصل لليفل 8، ده بميل واحد لواحد، ده الاثنين لواحد. طيب انا النهارده من 3 ل 6 همشي واحد لواحد، يبقى 6 ناقص 3 في السكيل بتاعي في 1، يبقى انا النهارده ماشي كام؟ 3 متر افقي و3 متر راسي. نفس الحكايه 2 لواحد، 8 ناقص 6 هضربها في 2 تبقى ايه؟ يبقى انا ماشي كام افقي؟ 4 متر. طبعا كل ده هيترجم ايه؟ لمسافات هنا اهو. يبقى انا النهارده ادي البد كانال بتاعي 3 1 لواحد، المسافه دي هتبقى كام يا جماعه؟ دي عرض القناه 2 متر، هنا هتبقى 3 متر، هنا المسافه دي انا ماشي هنا
3 متر، وهنا عندك المسافه دي بتاعتك 8 ناقص 6 ب 2 في 2 ب 4 متر بالشكل ده. واقدر اجيب طبعا السايد فيو بمنتهى السهوله 3 6 8 زي ما انت شايف. هتبص كده شايف 3 شايف 6 شايف 8، وارسم طبعا ايه بنفس الكيفيه خط الارض وخط الميل بتاعي زي ما انت شايف. ادي الارش بريدج بتاعك، انت عندك هنا البلين كونكريت، والارش هنا عباره عن طوب على سيفه بيتحط كده بالشكل بالكيفيه دي، والابعاد بتاعتك اقدر زي ما انت شايف كاليفيشن. ادي القعده وادي الفتحه بتاعتك وحد نص التقوس بتاعي، ابتدي ارسم الدايره وابتدي اعمل ايه كانك بترص هنا الطوب بتاعك بهذه الشكل. طيب وادي الليفل بتاعك اللي انت بتوصل له. نفس الحكايه لو انت بتتكلم على هنا على البلان بتاعك، بتبتدي ترسم بقى هنا ادي ايه اسقاط، بس طبعا ده هيبقى دوتد، انت كده شايف دوتد، وتبتدي ترسم الستابس بتاعتك بتاعه الحيطه بالشكل ده. يبقى انا بسطت اللي انا قدامي وبرسم بعد كده القاعده بحوطها بالرفرفه بتاعتي. طب السايد فيو نفس الكيفيه، انا ببص وبرسم السايد فيو، ادي القاعده وادي الايه وادي الارش بريدج اهو من الناحيه دي كده اهو، وببتدي ارسم الايه اسقط الايه النقط بتاعتي، نقطه واحد اهي، نقطة 2 اهي، نقطة 3 طبعا هبتدي ارسم الدوتد جوه، واخد بالك نقطة 4 اهي. يبقى انا اسقطت النقط بتاعتي هنا اهو في السايد فيو بتاعي زي ما انت شايف. زي ما انت شايف هنا اهو برضو اهو ده السايد فيو وده البلان، وايه وببتدي استنتج منه كاني بستنتج من السايد فيو الايه الاليفيشن. هنا بلين كونكريت التي بتاعتك 75 سنتي عشان توصل من 7 ل 25، وصلت معاك ل 8. بعد كده ببتدي ارسم الجوانب بتاعتي، الليفل بتاعي وصل لغايه هنا 9.5، يبقى انا عندي المسافه دي كام؟ 1.5. وابتدي ارسم بعد كده اهو الايه الليفل بتاعي 11.25 11.5، انا كده كاني عندي بالظبط كده حيطه ستيبس ماشيه كده، وفي النص الايه البريدج الارش بريدج بتاعي بيعدي بهذا الكيفيه. واقدر ارسم طبعا الارش بريدج بالطريقه دي لان انا كده تخيلت وفهمت انا اقصد ايه بالظبط. وادي بعض المقاييس الرسم على البلان يوضح لك الارش بريدج المناسيب بتاعتك، ادي 11 وربع اللي هي دي زي ما انت شايف كده. هنا العرض بتاعك 2 متر اللي هو اللي جوه، ومتر 16 اللي هي الجزء ده لغايه هنا بالظبط. خرساني بالشكل ده، عندي حته خرسانيه جايه كده، وفي عندي كوبري كده بيعدي على ادي شكل ايه الووتر واي بتاعي او الكنال بتاعي، وادي البيرم والبنك اهو باينين معايا اهو الميول بتاعتهم، وادي عندي ادي شكل القناه ماشيه. وهنا بعمل ايه بقى؟ بروح جاي على الجزء ده، انا عندي هنا تقاطع بقى ما بين الرود ده وما بين البريدج اللي ماشي عندي بالشكل ده. ابتدي بقى اوثق دي الحيطه الخرسانيه، ممكن تبقى بالشكل ده، يبقى عندي بلين عندي كونكريت، وببتدي اطلع هنا اهو كده اهو
الووتر ليفل لازم اكون اعلى منه طبعا بلا شك، وبعد كده امشي بقى بميل مثلا 1:4. ودي جزء طبعا خرسانه، دي طبعا لازم تبقى ايه خرسانه مسلحه، الا لو هي بقى ده طريقه الرسم بتاعي اهو، ادي الشكل بتاعي علشان اقدر اوصل ل ادي 4:1 اهي، وابتدي ارسم الايه كسايد فيو وكاليفيشن. انا بقى متخيل الحيطه بتاعتي بالشكل ده. ده بلين للايرث ورك، متشال الجزء منه ده اللي تحت هنا، مبين لك الحيطه بالميول بتاعها، بالكوبري بتاعك بعرضه 4 متر ماسك في الحيطه الخرسانيه بتاعتك. هنا مبين ايه؟ هنا الحيطه الخرسانيه باينه بس الجزء المايل والجزء البربنديكولار عليه، ولكن هنا باينه بالميول بتاعتها كمان في الاتجاهين زي ما انت شايف بالكيفيه دي. هنا شلنا الارض وبينا نص ايه الارض بتاعتك بالشكل ده. الجزء الثاني ده انت عارف عرض طريق 4 متر طبعا بيتقاطع، ومركز التقوس بتاعك ازاي بجيبه، يعني الحاجات دي كلها حتى ايه موجودة لك هنا اهو، ازاي تقدر تحسبها من الليفل ده 17 ل 16 بميل 2 ل 1، يبقى 17 مع 16 في 2، يبقى انا جبت العرض ايه ده. هنا عرض الطريق 4 متر اهو، وهنا ادي العرض ده جبناه منين، والعرض ده والعرض ده وهكذا، وده عرض القناه بتاعك اللي هو 2 متر هنا و2 متر كده. يبقى انا البلان بتاعي خطوات العمل بتاعتنا كده، ببتدي ارسم ادي الخطوط بتاعتي الاولانيه، ادي السنتر لاين بتاع البريدج، وادي الخطوط اللي انا هنهي بيها خط الارض بتاعي والسنتر لاين بتاع الكنال، ببتدي ارسم بيهم اول حاجه، ابتدي ارسم العروض بتاعه البنك بتاعتي والعروض بتاعه البيرن بتاعتي زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت في الرسم، ومركز التقوس، واروح راسم الجزئيه دي، وابتدي ارسم الحيطه بتاعتي زي ما انت شايف، وارسم الحيطه بالميول بتاعتي هنا اهو اللي احنا عملناها عشان اقدر ارسم خطوط عمل زي ما انت شايف كده. ادي الخطوط الاساسيه اللي احنا بنستنتج بيها الاول خالص اول حاجه، ارسم بعد كده الحيطه بتاعتي بيربنديكولار، وبعد كده ابتدي احط بقى الستبس بتاعتي زي ما انت شايف، وارسم البريدج بعرضه اهو مع الحيطه بتاعتي تقاطعه مع الحيطه، ودي خطوط الارض بتاعه البيرن والبنك زي ما انت عارف. وبعد كده برسم التقوس بتاعي الجزئيه دي، دي ما انساش طبعا احط الميول بتاعتي بالكيفيه اللي انت شايفها على الرسمه بتاعتك بالشكل ده. حتى لو بحط الميول ابتدي احط بقى، ما انساش بقى المناسيب بتاعتي اللي هي بتحدد لي في الرسمه، ابقى عارف طبعا المركز التقوس بتاعي، والمناسيب بتاعتي ببتدي احطها على الرسومات، وابتدي اعمل عرض البريدج بتاعي، وابتدي اشوف الحيطه بتاعتي المفروض تبقى عرضها قد ايه ودي عرضها قد ايه، على اساس ان انا ابتدي اظبط الرسمه بتاعتي من كل الدايمنشنز والمحاور والابعاد والتهشير، ولو عندي تدبيش، ولو عندي ايه ميول. ودي سكشن اليفيشن بتاعي، لان انا لو بصيت كده هشوف ايه؟ هشوف البريدج بتاعي بالشكل اللي انت شايفه ده، ودي خطوط الارض بتاعتك والميول بتاعتك اللي تتقاطع مع البريدج بالشكل والكيفيه دي. طبعا الحاجات دي محتاجه جدا، اهم حاجه ان انا اطبق بالرسم واحدة واحدة، وابتدي اشوف استنتج دي منين واجيب الحتة دي منين، واحدة واحدة لازم اطبق واتاكد ان انا راسم الرسمة بتاعتي صح. انا سايب لك اهو شوية اهو، بص على الرسمة براحتك تماما واستنتج بيها، بحيث ان انت لما تيجي ترسمها تطلع الرسمة بتاعتك صح تماما ومطابقة للشكل ده، يبقى انا كده عارف ان انا بشتغل منشآت ري ازاي. ده السايد فيو، لو انت يعني ايه عايز انت ترسم كمان السايد فيو بتاعتك، ادي ايه رسمنا خط البيت بتاعي والواحد لواحد بالبيرن بتاعتنا بخط عرض الطريق بتاعي، وابتدي ارسم ايه الجزء ده اللي بيوصل ما بين المنسوب ده للمنسوب ده زي ما انت شايف لو جالك العرض بتاعك، واقدر ارسم
ايه الجزئية دي زي ما انت شايف كده. وادي الحيطة بتاعتك برضو، لو انت مطلوب منك ده البلان بتاعك، وانت هترسم الحيطة بتاعتك والبريدج بتاعك اللي فوقيه اهو، ادي البلاطة بتاعت البريدج بتاعتك بالشكل والكيفية دي، وادي الحيطة اللي ايه اللي شايلة البريدج بتاعتي. ودي كله على بعضه بقى، ده السكشن مع البلان الاثنين مع بعضهم بخط الارض وخطوط الارض واستنتاجاتها، بحيث ان احنا نبقى ايه. في بريدج تاني، دي البريدج التاني ده بيرز اسمها، دي علشان خاطر كأن أعمدة شايلة الكوبري بتاعي برضو. أول ما تخيل دي الحوائط، أدي الحيطة اللي أنا اتكلمنا عليها قبل كده، وأدي الستبس بتاعة السلم، وجزء ده بير، والحتة اللي بتبقى مجوفة فاضية الصغيرة دي بتبقى عشان نحط فيها بوابات، كأنها ريجوليتر، كأنها حاجة علشان خاطر تقفل المية بتاعتي، يبقى دي كأنها فتحات للبوابات زي ما أنت شايف الفتحات الصغيرة ده. واللي أنت شايفه ده إيه؟ كونكريت بلوكس، أو عايزين كأننا حاطين هنا تدبيش علشان نحمي، تدبيش كده علشان نحمي الإيه؟ الميول بتاعتي إنها تقع. يبقى أنا كده أدي خط الأرض برضو، وأقدر أحسبها بالكيفية اللي أنت شايفها قدامك على الرسمة، وقدرت أطلع العرض بتاعه قد إيه، أقدر أجيب مركز التقافز بتاعي اللي أنا باخده متر من المسافة الأفقية اللي إحنا نقدر نطلعها من المنسوب ده ناقص المنسوب ده واضرب في 2 عشان هي 2 لواحد. أقدر أرسم طبعا الحيطة بتاعتي زي ما إحنا عرفنا الحيطة بتاعتي أهي، والستبس بتاعت الحيطة بالشكلية بالشكل اللي أنت شايفه ده بالشكل ده. يبقى أقدر أطلع برضو شكل البريدج التاني لو جالي شكل بريدج آخر. دي خطوات العمل بتاعتي، أول حاجة برسم السنتر لاين بتاع الكنال، بعد كده برسم سنتر لاين بتاع الكوبري، بعد كده برسم خطوط ايه الارض الاخيره بتاعتي من اول هنا لغايه هنا، وابتدي احط بقى الميول بتاعتي اللي انت عارفها، كانك بقى بتستنتج هنا اقول العرض ده قد ايه، عرض البيرن اقول عرض البنك قد ايه بالنسبه لك، واقدر اطلع ايه الخطوط بتاعتي. خلينا نرسم الخطوط بتاعتي الأساسية ونعمل مركز التقوس ونبتدي نلف. ده حصلنا على إيه؟ على الشكل اللي أنت شايفه ده. ما ننساش نعمل التدبيش، نعمل خطوط الميول، وأبتدي أحط الإيه؟ أنا عايز إن إحنا نبتدي نتمرن على شكل زي ده. عندك الأبعاد موجودة عليه، تقدر تعمله بكل سهولة لأن أنت عندك كل الأبعاد موجودة عليه. أقدر أبتدي أتمرن على حاجة زي كده، دي تخليني ان انا اقدر اعرف اعمل اي منشا ري بعد كده بسهوله جدا لما ابتدي اتمرن واعمل بايدي. لو ما اتمرنتش صعب قوي ان انت تعمل اي منشا بعد كده، فلازم تجرب بايدك الاول وتشوف والله انا ايه، طب ايه البعد اللي ناقصني، طب ايه البعد ده، طب اجيبه منين، طب ارجع تاني في الرسومات، ارجع اشوف في المحاضره ده جاب ازاي، يبقى اقدر استنتج اي حاجه من الرسمه بتاعتي، او ان انا اشوف في المحاضره احنا جبنا الكلام ده ازاي كله. وادي الشكل بتاعي بريدج بقى، هو كامل كده على بعضه متلون زي ما انت شايف، خطوط الارض بالتدبيش بالبيرز بتاعتك بالبوابات اللي بتقفل بكل حاجه بالابعاد بالميول بشكل زي ما انت شايف كده. وده شكل سكشن سايد فيو للبلان اللي احنا طلعناه بالايه للبريدج بتاعي اللي ممسوك بالحوائط من ناحيتين، وادي الفتحات بتاعتي بالشكل ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مهم قوي يا جماعه ان احنا نبقى عارفين ان لابد ان احنا نبتدي نتعلم ازاي نرسم منشآت الري. طبعا مهم جدا زي ما اكون بعرف ارسم منشآت الخرسانية والمنشآت الحديد، اكون بعرف برضو ارسم منشآت الري. في واحد ممكن يسألني يقول لي يعني ايه منشآت ري؟
شقات ري، يعني أنا عندي بعض الأعمال اللي بعملها على الترع والقنوات والمصارف علشان أقدر إن أنا أستعمل مية النيل لأفضل استعمال بالنسبة لي. وده معناه إن أنا أقدر أقول إن زي ما اتعمل زمان قوي القناطر، لازم أكون عارف إن القناطر ده عمل صناعي، مهم أكون عارف أرسم إزاي قناطر أو هضار. يعني إيه هضار؟ وهويس، الهويس إن أنا أكون عندي مثلاً two levels، عايز أوصل من ليفل من مركب لليفل تاني، همشي إزاي؟ مثلاً عندي مثلاً زي قناة بنما مثلاً، في على منسوب البحر على منسوب، ومن جوه في منسوب تاني، طب أوصل بالمركب لجوه إزاي؟ فبروح مدخلها جوه حاجة اسمها هويس، يروح جاي برق بقى، يروح مخفض المنسوب بتاعي بتاع المية، تروح المركب تنزل مع المية، تدخل على منسوب الجديد. في حاجة اسمها صحارة، في حاجة اسمها بدالة، في أعمال كتيرة قوي في منشآت الري بتاعتنا. والهضار زي ما احنا قلنا، زي الهضارات اللي موجودة في الفيوم مثلا، يبقى احنا في بعض الأعمال احنا بنعملها، هندرس الكلام ده في الري ان شاء الله بإذن الله بالتفصيل، مش هتطرق ليه أنا دلوقتي، لأن احنا دلوقتي بندرس بس مجرد الرسومات، احنا ممكن نرسم الرسومات بتاعتنا ازاي. من ضمن الحاجات اللي احنا يعني مفروض ان احنا نبقى عارفينها كويس، ان منشآت الري بتاعتنا دي لابد ان هي تكون موجودة على التراب. طب شكل التراب هيكون شكله ايه؟ طب تعال بص معايا كده في الرسمة البسيطة دي. انا النهاردة عندي لو انا بتكلم على حاجة زي ايه مثلا، زي مثلا هنا ده منسوب القناة، وبعد كده بيطلع البميل، وبعد كده عندك هنا منسوب سميل بيرم، بعد كده بطلع بميل، وبعد كده بطلع على منسوب تاني بسموه البنك، وعلى ميل، بعد كده بدخل طريق، وهكذا. يبقى ده الأعمال الأرض. طب أنا عندي الأرض هنا الميول بتاعتها كده، طب ما في كده الجزء ده بيتقاطع مع ده، أوصفها إزاي؟ طب أنا عندي هنا جزء كمان الأرض هنا مايلة، خد بالك إن خط الميل أنا برسمه بالشكل ده، ده التأشير بتاع خطوط الميل بتاعتي. عظيم. طيب أمال إيه اللي مرسوم هنا؟ ده بسميه خط تدبيش. يعني إيه تدبيش؟ تدبيش يعني أنا النهاردة عندي عشان أحافظ على الميول بتاعتي، أنت لو جيت حفرت في الرمل هتلاقي إن الرمل ده عايز يقع يهيل، فأنت عشان ما يهيلش بتعمل إيه؟ بتحط دبش عشان يحافظ على الميول بتاعتك، وابتدي اعمل تدبيش على القطاعات بتاعتي. تاني حاجة، انا مش عايز يحصل لي نحر في القناة، من حركة المية ابتدي يحصل لي نحر، فابتدي احط التدبيش. فاحنا النهاردة بنبتدي نعمل منشآت الري، ونبتدي نشوف الاعمال الارضية كمان اللي موجودة على هذه المنشآت، وندرس كذلك الحوائط بتاعتي في المنشآت دي. زي ما انت شايف عندي هنا كوبري، الكوبري ده بيعديني، كوبري ده عامل زي قرش، وهنا في كوبري اهو الجنبين بتوعه، وادي البلاطه بتاعه الكوبري، وبعدين عندك هنا ايه؟ عندك هنا حيطه ستيبت، الحيطه دي عشان تمسك ايه؟ الاتربه بتاعتي في الاتجاه ده وفي الاتجاه ده، وبعد كده اعمل ايه؟ البريدج بتاعي يعديني على الايه؟ القناة. طب انا عندي هنا ايه كمان؟ عندي هنا حاجة اسمها بير، عامل زي عمود كده
بيحمل الكوبري عشان الكوبري ما يبقاش كبير قوي وتبقى البلاطه بتاعته سميكه جدا. ابتدي اعمل زي بير هنا اهو واعمل تو فنتس. ليه؟ لان انا ممكن يكون عندي كمان انا مثلا عندي اربع خمس فتحات للكوبري تحت الكوبري في القناه نفسها. طب انت عايز تقفل فتحه وعايز تقفل فتحتين وعايز تسيب اتنين، عايز تقنن الميه بتاعتك، عايز تقفل كله المناسيب بتاعتك. طب القناطر دي وظيفتها ان انا احجز، وظيفتها ان انا اعلي المنسوب بتاعي واظبط المناسيب. انا محتاج كذا يدخل لي على الترعه الفلانيه، احط المنسوب اظبط الميه يجي لي على الترعه الفلانيه. يبقى انا النهارده الاعمال الإيريجيشن ورك اللي انا بشتغلها دي تعتبر اعمال بالنسبه لي هامه جدا، لان منشات الري تعتبر منشات حيويه جدا عندنا وتعتبر الاساس بتاعنا في علم هندسه الري بعد كده ان شاء الله لما ندرسها باذن الله. فانا مهم جدا اكون عارف ارسم هذه العناصر. كيفيه الرسم طبعا اسهل ما فيها، احنا بعد كده هناخد ديزاين بقى ان شاء الله باذن الله ونبقى عارفين كل عنصر بيتعمل له ديزاين ازاي، كميه الميه انا محتاج ميه مثلا الشارج بتاعي قد ايه، بحيث ان انا اعمل الفتحه بتاعتي كام في كام. المهم ان احنا دلوقتي علينا فقط